أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن حزمة من الإجراءات تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. تشمل هذه الحزمة تجديد الرقابة والإجراءات التي تحول دون وقوع الأخطاء الطبية وتحديدا الخطأ إن وقع والمتسبب فيه ومحاسبته وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية ومعالجتها في أي مؤسسة طبية عامة أو خاصة. تعتبر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية جهة مستقلة ومحايدة معنية بتنظيم المهن الصحية والرقابة على الخدمات الصحية بكل حيادية، وقد قامت منذ تأسيسها بتنفيذ اختصاصاتها في دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها ومساءلة المرخص لهم عما يقع من أخطاء مهنية ومخالفات. توجيهات سمو رئيس الوزراء كانت واضحة ومحددة وفي مكانها الصحيح بتشديد الرقابة والإجراءات التي تحول دون وقوع الخطأ الطبي. فلدينا تفتيش دوري ومفاجئ للمؤسسات الصحية، ولا نجدد التراخيص لهم إلا بعد التأكد من استيفائهم الاشتراطات، كما ندقق في التراخيص التي تعطى للأطباء المزاولين المهن ونتأكد من حصولهم على المؤهل والكفاءة العلمية لتؤهلهم للعمل في هذا المستوى من ممارسة المهنة، وكذلك ندقق ونفحص جميع الأدوية التي تدخل مملكة البحرين والأجهزة الطبية. هذه كلها إجراءات حاليا نقوم بها نحن، وبناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء بالتعزيز هذه الآليات سنقوم بوضع برنامج للتدريب المهني المستمر يربط ويشترط بمزاولة المهنة عند تجديدها. لن يجدد ترخيص أي مزاول مهنة إلا بعد استيفاء ساعات محددة، كما سنقوم أيضا بوضع برنامج للاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية الخاصة. سنصنف المؤسسات ونقيمها بناء على جودة الخدمات فيها، ونؤكد على أن آلية التحقيق لدينا مستقلة وتتم بشكل كامل، وحتى المزاول المهنة له الحق في الدفاع عن نفسه وله الحق في التظلم حتى يكون الطرفين يأخذون حقهم في مجال الأخطاء الطبية.